يعد محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية الزراعية في محافظة دير الزور، حيث يستمر المزارعون بزراعة أراضيهم عن طريق البذارات الحديثة التي تم تقديمها من قبل إحدى المنظمات الدولية، وحسب تجربة المزارعين وفرت لهم ما يقارب 50% في التكاليف الزراعية. البذارة هاي أعطتنا فارق كبير جداً من ناحية من التكلفة العامة ومن ناحية البذار. البذار أعطتنا وفرت علينا 50% وفرت للفلاح بهالطريقة المتطورة هاي الحالية. اثنين من التكلفة العامة، التكلفة المادية أيضا وفرت لنا الثلث. تكلفة الدونم كانت عندنا بحدود 20,000 ليرة سوري، اليوم جاعد بالطريقة هاي وبالبذارة هاي 5,000 ليرة سوري، يعني شيء رمزي جدا. واحنا نشجع بالنسبة للفلاح، والله نشجعه حيل انه يستخدم هالبذارة ويقوم بهالزراعة لأنها مفيدة جدا. 12 جمعية زراعية في أرياف محافظة دير الزور تم تزويدها ببذارات زراعية مقدمة من إحدى المنظمات الدولية، ما سهل عملية زراعة القمح والشعير بأقل كلفة وأقل جهد على المزارعين. بالنسبة للبذار القمح، كنا العام الماضي أو المواسم السابقة نحط بحدود 40 45 لل 50 حسب التربة، إذا التربة تكون فقيرة نزود بالبذار. اليوم العكس، اليوم نحط للدونم الواحد بحدود من 20 25 قمح، وبالإضافة للجرار التكلفة على الفلاح يعني تقريبا كان بحدود 30 35 ألف، هاي بس يجهز الدونم الواحد. اليوم يعني راح النص بالنسبة للفلاح. أنا فلحت على البذارة اللي استلمناها بالجمعية تقريبا شيء 16 دونم، هاي فلاحة أولية يعني عرفت شلون، فوفرت علي كثير بالنسبة للمواد، يعني بالنسبة للبذار وبالنسبة لحراثة الأرض، يعني كانت شغلة زينة بالنسبة لنا عرفت شلون. اليوم اجت البذارة وفرت علينا النص، يعني بدل ما نحرث وجهين أو ثلاثة اليوم نحرث وجه ونعمر بس عادين نجي نبذره مباشرة بالبذارة. وفرت علينا وقت، وفرت علينا بدل ما أول يوم كامل نخلص مثل 20-25 دانم، اليوم نقدر يجوز نحرث 100 دانم باليوم. وبعد التجارب العملية تشير النتائج إلى أن الزراعة العمودية التي ترسمها البذارات الحديثة حسب وصف المزارعين قد تسهم في تعويض النقص في إنتاج القمح لدى المقارنة بأساليب الزراعة التقليدية في حقول الزراعة العمودية لمساحات أكثر وتستهلك كميات أقل من المياه ومبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية، وتؤدي إلى فقدان أقل للمغذيات في البيئة والتربة الزراعية. أكد وزير